يستحق الزيارة إذا كان هناك شخص محب للكتب ومن يعني كسل أن يأتي حتى هذه اللحظة، ربما الأفضل أن يدرك اليومين الباقيين لأنها تجربة مهمة. بالنسبة لكتابك الجديد، روايتك صدرت روايتي الأخيرة الغرق، حكايات القهر والونس، في منتصف ديسمبر. أنا عموما لا أحب فكرة الإصدار في المعرض، ليس لدي لها أسباب عملية لكن لا تستهويني. فالناشرة الدكتورة فاطمة البودي بدار العين مشكورة، قدرت هذه المسألة ونشرتها قبل أصدرتها قبل المعرض. هي الآن من الأعلى مبيعا في مشروعات دار العين. هذه مسألة يعني أشكر عليها الجمهور القراء وأحمد الله عليه. تكلم عن الرواية، تكلم عن الرواية تدور أحداثها في قرية سودانية تغطي الفترة نوعا ما بين عشرينيات القرن الماضي إلى العام 1969 عندما وقع انقلاب جعفر نميري. الرواية هي جزء من مشروع بأربع روايات يفترض، أولاهما كانت الكنج، ثم الغرق، حكاية القهر والونس. هناك رواية ثالثة يفترض أن تكمل يعني هذا العقد، يفترض أن يعني ربما تنشر هذا العام أو العام القادم، ورواية رابعة تختم هذه المسألة. ليس أجزاء ولكن أربع روايات من عالم واحد منفصلة، لكن الأربعة مع بعضهم يشكلون عالما واحدا يطرح أسئلة مقاربة لبعض. الجزء الثالث انتهيت من اسمه ولا لسه؟ شوف، هو الغرق، حكايات القهر والونس، هذا جاء بعد أن ذهب الكتاب للمطبعة، كان لديه اسم آخر تماما. وهو أحتفظ به، ربما أستعين به في عمل آخر. فنعم، الجزء الثالث أو الرواية الثالثة لديها اسم قديم أكثر من سنة، لكن لا أحد يدري ماذا سيحدث في الوقت.